استاذ ايمن صبري نائب رئيس جمعيه مصريه للاوراق الماليه، مساء الخير. مساء النور يا مدام لميس، انت حضرتك مش محتاجه مداخله ولا اي حاجه، حضرتك قلتي كل حاجه. لا بس يعني احب اسمع دايما وجهه نظر الخبراء، انه يعني اين نحن الان؟ بص حضرتك، هو الكلام اللي اتقال في الموضوع كتير جدا. هو احنا في انتظار، زي ما قلت مع حضرتك المره اللي فاتت لما اتكلمنا من شهر وشويه، هو سبيد اوف اكسكيوز زي ما حضرتك برضه قلتي وزي ما انا قلت قبل كده. في كلفه يوميه انا بدفعها على الدولار اللي انا ما بجيبوش. الدولار النهارده بقى غالي عليا جدا، ليه تكلفه فايده وليه تكلفه فجوه في سعر الصرف وليه تكلفه ثقه، كل ده لازم يتحط على الترابيزه وانا باخد قرار البيع. انا بحس يعني كتبسيط للمثال، الحكومه عامله زي اللي عنده شقه عايز ياجرها ب 10,000 جنيه في الشهر، وهي ثمنها في السوق 8، بيفضل قافل الشقه سنتين ثلاثه لغايه ما ياجرها ب 6,000 جنيه. هي نفس القصه بالظبط، احنا عمالين بنأخر وبناخد قيم اقل في ظروف بيبقى شكلي ان انا ببيع مضطر وببيع بتاع. anyway، انا عشان نخلي المداخله ليها قيمه مضافه، انا وجهه نظري ان كويس ان في برنامج فيه 32 شركه، وواضح ان الحكومه اليومين دول والبورصه حست بكده ان في اكشنز بتتاخد، لان مجرد ما بقى فيه سيريس اكشن واضحه على الارض ان هي بتتاخد، البورصه بدات تتحرك تاني النهارده. انا وجهه نظري بضعها تحت نظر دوله رئيس الوزراء، فكروا يا جماعه برضو في الشركات اللي هي بالبلدي كده سالكه شويه. في حاجات ممكن تكون مثلا احنا عاملين زي ما حضرتك بتقولي بنتكلم على وطنيه وعلى تشيل اوت وعلى صافي وعلى مش عارف ايه، وقد يكون سبب التعطيل ان الشركات دي مملوكه لبعض الجهات السياديه اللي ليها تحفظات كتيره جدا. طب ما انا عندي مثلا شركه ممكن تكون اقوى من وطنيه والكلام ده، شركه البنزين في التعاون فيها 1100 محطه وبتاعت وزاره البترول، طب ما بيع دي، ده دي شكلها ماتش مور لوكريتيف عن الحاجات الثانيه دي، لان فيها مجال للديفلوبمنت ومجال بتاع وفيري سمبل. بيعها ال 1100 محطه دول، انت بتبيع الريتش لان هي ما فيهاش حاجه، ده هي شويه محطات بنزين بس فيها اماكن ومواقع مميزه. ما تيجي تطرح الرخصه بتاعتها، رخصه حق الانتفاع بمليار ولا 2 مليار دولار، حد يجيبها لك وادخل معاه 50-50 وقول له 49 سنه حق الانتفاع، هتلاقي 100 واحد انترستد بكره الصبح. بس القصه مش، ودي سهولتها ان هي بتاعت وزاره البترول مش بتاعت جهه سياديه. فدي انا لا بس من الواضح ان صافي وطنيه دلوقتي جاهزين، لانه كمان حتى بقى في لاول مره بنذكر شركه النصر الكيماويات الوسيطه. لا اللي انا عايز اقوله يا مدام لميس ان مصر مليئه بالفرص، ولكن صحيح محتاجه العقول اللي تعرف تطلع فين الفرص وتظهرها بالشكل ايه وتحركها بسرعه. مثال عندي بسرعة. عندي شركات حضرتك مملوكه بنسب مشاركات بتاعه الدوله مع القطاع الخاص مع البتاع ولسه في البورصه فيها اسيتس، طب ما انا الادارات دي تحت ايدي، ما اخليهم يتصرفوا في الاسيتس دي واخد انا الدولار. في شركات كتيره بدون ذكر حاجه من الشركات اللي لسه، طيب. في شركات كتيره جدا عندها كده. ايمن احنا دلوقتي يعني الكلام بقى كل التطلعات 2 مليار دولار، وكل تاخير بيزود لي الفجوه اللي انا محتاجاها، احنا محتاجين اكتر من 2 مليار دولار كتير عشان نقدر حتى نقفل الجاب بين سعر السوق السوداء والسعر الرسمي. 2 مليار دولار دول، ال 2 مليار دولار دول فايده شهرين على الدين العام الخارجي بتاعي. صحيح. فكل الكلام ده، كل الكلام ده هو مردود ومش هيقفل لي حاجه في الديون ولا بتاع، بس هيحل لي الفجوه الحاليه. فاحنا يا جماعه محتاجين حاجات اوت اوف ذا بوكس. تعالوا نعمل لجنه كده من ناس بتفهم ايه الحاجات، زي ما احنا بعنا رخصه اتصالات حته ورقه سنه 2006 ب 3 مليار دولار من غير ما ابيع اصلا ولا اي حاجه، ايه الحاجات اللي ممكن اطرحها كرخص؟ رخصه ايه اللي في مصر اللي تتباع وناس تبقى انترستد واجي اديها له بمليارات الدولارات؟ ايه الحاجات؟ ناس تقعد تفكر ايه ال 100 حاجه اللي انا ممكن ابيع رخصتها من غير ما اكون بتصرف في اصل ولا بتصرف في حاجه؟ هجيب انفستمنت وكل اللي طلعته من عندي ورقه. فنفكر بالطريقه دي، لان بيع الحاجات الغير تقليديه اللي هي ملهاش رواسخ في الاقتصاد ومرتبطه بجهات سياديه ومرتبطه بتقييمات وبتاع، الحاجات الجديده اسهل. كل ما بيع رخصه جديده اسهل، كل ما بيع رخصه خط اتوبيس اسهل، رخصه مش عارف ايه، لان انا دوله فيها بوبيليشن 120 مليون. وعلى فكره كل التقارير اللي معالي وزير الماليه شايف ان في تحامل، لا ده بالعكس، ده في انترست. ده معناه ان في انترست وهو عايز يزقك على الاتجاه الصح عشان هو انترست يشتري. ومش ممكن ان التقارير دي تبقى كلها متحامله، لان هذه هي نفس التقارير هي مش متحامله، ولكن فيها صبغه سياسيه. ولكن هم ما بيقولوش كلام، هم ما بيقولوش كلام غير واقعي، هم بيسيئوا استخدام الواقع
وبيركزوا على مصر، هو اللي موجود فوكس على مصر. يعني انا مش شايف تقارير على بيرو. بس انا لازم هنا بقى، انا لازم انا احسن الاداء، انا احسن كي لا عشان ما حدش يتصيد لي، ما انا ما اتوقعش ان التانيين لطاف ودمهم خفيف واصحابنا. لا، هم مش كده خالص، هم بالعكس. التقارير دي معناها ان في انترست على مصر. لو انا كنت بره الانترست ما كناش بالظبط، حد هيعمل لي كفرج اصلا. شكرا لحضرتك، تحت امرك. شكرا استاذ ايمن صبري، نائب رئيس جمعية المصرية للاوراق المالية.